دي رسالة لكل طالب، خدوا بالكم الدنيا دلوقتي بتتغير بسرعة أوي، لدرجة إن فيه وظائف بتختفي وفيه وظائف جديدة بتظهر. أهم شيء بقى واضح دلوقتي إنه مش كفاية إنك تحصل على شهادة علشان تلاقي فرصة عمل كويسة، مجرد الشهادة إنك تحصل على شهادة مبقاش كفاية، أنت محتاج تتعلم علشان تقدر تلاقي فرصة عمل كويسة. فالتعليم مبقاش رفاهية، التعليم بقى ضرورة من ضروريات الحياة علشان تقدر تلاقي لنفسك فرصة عمل كويسة، تقدر تشتغل في مجال تنجح فيه وتحقق هدفك. هو مش سهل انك تعمل ده، لكن برضه مش مستحيل انك تقدر تعمل ده. يعني ايه بقى اتعلم؟ التعليم مش معناه انك تحشي مخك معلومات، لا، التعليم انك تكتسب مهارات وتنمي مهاراتك، تنمي المهارات اللي عندك وتكتسب مهارات جديدة. يعني على سبيل المثال، لو انت عندك كم كبير من المفردات في الانجليش والقواعد وغيره، لكن هل انت بتقدر تكون جملة وتكتب باراجراف كامل؟ هل انت بتقدر تتكلم وتعبر عن اللي جواك بالانجليش، ولا انت حافظ مفردات بس؟ ده الفرق بين المعلومة والمهارة. كله حافظ النظريات والنتائج وبتحل امثلة، لكن لما يجي قدامك مثال معين صعب شوية او مختلف عن اللي انت خدته، فانت ما بتقدرش تحل. ده الفرق بين انك عارف معلومات معينة ومرتب نفسك وحافظ كويس، وبين حد تاني عنده مهارة انه يستغل اللي عنده علشان يحل مثال او يوصل لنتيجة معينة. في حاجة مهمة قوي لازم تبقى عارفها، ان الهدف الاساسي من عملية التعليم انها تخرج انسان يقدر يعتمد على نفسه. عشان كده لازم مع كل سنة ومع كل مرحلة تبقى قادر تعتمد على نفسك أكتر. حاول بقى تذاكر حاجة لوحدك وتفهمها، تستنتج حاجة، تقدر تشرح معلومة لحد، تقدر تختار هتدرس ايه وهتسيب ايه لوحدك، تبقى قرارك من دماغك. هبقى مميز في ايه؟ ايه المجال اللي انا بحبه؟ ايه المواد اللي انا بحب ادرسها؟ تقدر تتعلم من حد جنبك، شخص انت بتثق فيه وعنده تجربة يقدر يفيدك ويديك معلومة جديدة وتقدر تستفيد من خبرته. تقدر تتعلم من كتاب بتقراه، موقف، تجربة بتمر بيها، موقف حصل معاك أو حصل قدامك تقدر تتعلم منه. في حاجة مهمة قوي لازم تعرفها، إن مفيش اتنين زي بعض، أنت مش زي غيرك أبدا، حتى الإخوات مش زي بعض، فكل واحد مختلف عن التاني. أنت أفضل من غيرك في حاجات، وغيرك أفضل منك في حاجات. المهم انك تعرف مميزاتك وتستفيد منها، وتعرف عيوبك وتعالجها. هو ده المهم، انك تستغل اللي عندك. علشان انت مختلف لازم تفكر بطريقة تناسبك وتذاكر بطريقة تناسبك. انت قوي في مادة معينة فمش محتاج تذاكر فيها كتير، لكن في مادة معينة انت ضعيف فيها محتاج تذاكر اكتر. في طريقة مذاكرتك ممكن تختلف عن طريقة مذاكرة غيرك. انت تقدر تركز لفترات طويلة او تقدر تركز على فترات متقطعة، حسب كل واحد وشخصيته ومميزاته ودماغه بيفكر ازاي، نسبة ذكائك زي غيرك ولا لا. استغل الامكانيات اللي عندك. وقت عندك، وقت كبير استغله. عندك كتب تستفيد منها، عندك تقدر تستفيد من الانترنت وتجيب منه المعلومات اللي انت عايزها، وتجيب منه وسائل مساعدة بتساعدك في اللي انت عايزه. عندك زميل مجتهد تشارك معاه ويفيدك وتفيده. نسبة ذكاء معينة تستغلها في انك تنجز المهام اسرع. لو انت عندك امكانيات كتير ومش بتستغلها، ايه فايدتها؟ في غيرك عنده امكانيات اقل منك وبيعمل اكتر. دايما نظم وقتك. تقدر تعمل لنفسك خطة صغيرة كده، جدول صغير، انا النهاردة هعمل كذا وكذا وكذا، خطة اسبوعية، السبت هعمل كذا وذاكر كذا، والجمعة هراجع كذا. حتى لو الخطة دي انت عملت منها اول سطر والباقي من باظ، ما لحقتش تعمل فيه حاجه، تبدا من جديد وتعمل خطه ثانيه. وحاول تنجز الامور على فترات مش مره واحده. لو انت النهارده مطلوب منك تذاكر 4 ساعات، ما تذاكرش 4 ساعات مع بعض، ساعه وتريح شويه، 3/4 ساعه وتعمل حاجه ثانيه، وهكذا. لازم تكتشف موهبتك. كل واحد في الدنيا دي لو عنده موهبه، ما تعرفش الموهبه دي، مجرد ما تعرف الموهبة دي فهتفرق معاك كتير قوي وهتحللك مشاكل كتير قوي. في شركات كبيرة في العالم قامت على شخص واحد عنده موهبة،
استغلها وابقى رجل اعمال ناجح، رجل اعمال كبير، ابقى مهندس عبقري. الموهبه اللي عندي دي هتمكنني منها، هبقى قادر اعرف اذا كنت انا مثلا هطلع عالم، هطلع فنان. الموهبه اللي عندك شكلها ايه وتقدر تخليك تعمل ايه وتنجح في ايه. لو انت اشتغلت في حاجه انت موهوب فيها هتفرق معاك كتير، مش بس هتنجح بس في مجالك، لا ده انت هتبقى سعيد وانت بتشتغل في المجال ده لان انت موهوب فيه وبتحبه. لكن الهدف الاكبر والناس كلها فعلا بتدور عليه هو السعاده. لازم تبقى متاكد ان السن اللي انت فيه كطالب هو اهم سن، مش بس عشان هو بيحدد مصيرك او بيغير طريقك من هنا لهنا، علشان السن ده، سنك كطالب في السن ده هو اكتر سن عند الانسان فيه طاقه وفيه ابداع. انت مليان طاقه، طاقتك يعني انت تقدر تذاكر اضعاف حد عنده 30 و40 سنه. انت تقدر تتحرك وتمشي، عندك طاقه انت مش عارف قيمتها، فاستغل الطاقه دي دلوقتي. الابداع، انت دلوقتي اكتر ابداع. الدراسات بتقول ان مع السن لما بيتقدم الابداع بيقل. الختام، الموضوع مش صعب. الحاجات البسيطة دي انت لو فكرت فيها كويس تقدر تعمل مستقبلك بنفسك، تقدر تحدد طريقك بنفسك. الحاجات كلها في ايدك، الوقت معاك، الطاقة والجهد والابداع انت تملكه. تقدر تدور على نفسك وتلاقي نفسك فين، تقدر تشتغل ايه وتقدر تعمل ايه. انت تقدر تحدد مستقبلك طول ما انت بتجتهد وبتدور وعندك الرغبة. شكرا.